طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله نواصل في الجلسة الثانية من Principles of Graphic Design and Excel Dashboard اللي هتستمر لحد يوم 17 من الشهر الجاي إن شاء الله. طيب، نذكر بأنه الجلسة الماضية اشتغلنا فيها Skills أو Basics بتاعت كوبي اند بيست، وبعدين كان الانيميشن والكتب والاشياء دي. طيب، اليوم ان شاء الله بنشتغل نماذج طوال، يعني نجيب نموذج بنشوفه نحركه ونشتغل واحد نعمله يكون بنفس المستوى يكون زي. طيب، انا همشي للنموذج الاول اللي هو ده كان بطلب واحد من اخوانكم في الجلسه الماضيه، شاف واحد من النماذج وقال انه يوروه اللي ده بيعملوه كيف. طيب، شوفوا النموذج ده، هنا هو ده، شايف؟ نمرة واحد، اثنين، شايفين؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ده 6 ستيب سيركيولر انفوجرافيك ديزاين. ده تصميم بيتكون من 6 خطوات أنا بعمله وبحط هذه الست خطوات بالترتيب. الخطوه الاولى خلصت منها، الخطوه الثانيه يعني انت لما تكون بتشرح في الجزء الاول يكون ظاهر الجزء الاول خلصت منه، بعد ذلك تمشي للجزء الثاني تشرح التفاصيل بتاعته، ولما تخلص منه تمشي للجزء الثالث التفاصيل بتاعته، ولما تخلص منه تمشي للجزء الرابع، ولما تخلص منه تمشي للجزء الخامس، ولما تخلص منه تمشي للجزء السادس، وبكده بيكون اكتمل الشكل بتاعنا. دائما لما تيجي تعمل برزنتيشن او تعمل انفوجرافيك انت شكلك الاساسي ما تصيره من بدايه السلايد، في البدايه تكون فاضي، بعد كده بيظهر الجزء الاول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع، الخامس والسادس، بكده انت بتكون عملت الشكل الحقيقي. طيب، انا عايز اوريكم كيف تعمل شكل زي ده، وده النموذج الاول. هشتغل اليوم ان شاء الله اذا ربنا سهل الامور 4 نماذج. طيب، كده واضحه الخطوه الاولى دي. اعملوا رياكشن انه الامور ماشيه كويس، الصوت كويس، كل شيء. طيب، نحن هنعتمد على السكيلز اللي كان ظهرت لنا في او اشتغلناها في الجلسه الماضيه. طيب، عشان نعمل الشكل ده اول حاجه بيكون عندي سلايد فاضيه بالشكل ده، سلايد فاضيه بالشكل ده، وبيكون انت محدد فيها الجريد لاينز اللي هي الخطوط دي، تجي تدخل شكلك الاساسي اللي هو الدائره الكبيره دي. الخطوة الأولى جهز السلايد بتاعتي وحدد لها خلفية زي ما قلنا المرة اللي فاتت، خلفية السوليد واختار لها لون جري اللي هو لون رمادي بالشكل ده، وتبقى لي السلايد بتاعتك، أو ممكن تخلي اللون فاتح شوية بعدين ممكن تغمقه لأنه عشان تشوف الجريد لاينز، عشان تشوف الخطوط دي ممكن تخلي اللون فاتح شوية بعد تخلص ممكن تخليه ويبقى غامق. طيب، بمشي من insert shapes، هنا بختار من basic shapes بختار حاجة اسمها donut أو home circle اللي هي بتكون دائرة مجوفة، بضغط فيها وبجي هنا لمركز الشريحة بتاعتي لحد ما العلامة الزائد دي تمر لك كل النقاط بتاعت الديفاينز بتاعك، تضغط مفتاح كنترول زائد شيفت وتبدا تسحب الى اسفل لحد الدائره بتاعتك تبقى بالشكل ده، لحد ما الدائره حقتك تبقى بالشكل ده، تفكها على كده، دي الدائره الاساسيه بتاعتك اللي انت هتشتغل عليها. دي الدائره الاساسيه حقتك اللي انت هتشتغل عليها. طيب، نحن هنقوم نكتب ارقام من 1 إلى 6 ونضعهم في هذه الدائرة
عشان بعدين يظهر لي في الارض بتاعي. طيب عشان نكتب رقم بنمشي لانسيرت، المره دي بنختار تكست بوكس اللي هو مربع نص بيظهر لنا بالشكل ده. طيب وبقوم بكتب مثلا رقم واحد هنا، والرقم واحد ده بقوم بكتبه طيب هنا ده واحد، بزيد حجم الخط بتاعي اخليه لحد 200، يبقى كبير، يبقى كبير شويه. طيب يبقى كبير، فبقى ده الواحد بتاعي مكتوب بالشكل ده. لو بشيل الواحد ده بجيبه بحطه هنا، اذا حسيت بانه كبير شديد بحيث انه مغطي اكثر من الدائره ممكن اخفض حجم الخط، ممكن اخليه 190 بالشكل ده، او بس بشرط الواحد دي يكون قاطع الدائره المار في الدائره دي من اعلى الى اسفل، ما تكون في مساحه بفوق للواحد ولا في مساحه بتحت. شايفين؟ لما تيجي تكبر الشكل هنا لاحظوا انه الواحد ده قاطع الدائره تماما، عشان بعدين لما نمشي نعمل فراجمنت اللي هو تكسير للدائره والارقام ما يكون في جزء يسار الواحد يقطع يبقى تبع جزء يمين الواحد. طيب ده الواحد. طيب الدائره دي يا جماعه انت بتعتبرها زي الساعه اللي هي 60 دقيقه، فانت عشان تقسم تقسمها لسته بتاخذ كل 10 دقائق بتكتب رقم، أو ممكن تقسمها بأعمدة، أنا هشرح لكم الطريقتين. طيب الطريقة الأولى إنك أنت ده الواحد شايف؟ تعمل كنترول تأشر في تختار مربع النص كله لحد ما يجيك علامة زائد هنا، تعمل كنترول دي بتكتب الواحد ده مرتين، تغير الواحد ده لاثنين، بقى اثنين بالشكل ده، تدور الاثنين دي من هنا وتحاول تخليها بالضبط في مكان العشر دقائق. وفي نفس المستوى الاثنين ذاته تتاكد انها عابره في كل الدائره. تمام؟ وبنفس الطريقه دي دي ونجي هنا نكتب في الدقيقه 20 نكتب ثلاثه. وبعدين ثاني كنترول دي وتجي هنا هنا طبعا تعمل هنا دقيقة 30 4 بعدين ثاني كنترول دي هنا دقيقة 40 5 طبعا الاداء ضيقه. طيب هنا دقيقه 40 تقريبا 5 شايفين، والدقيقه 50 طبعا انا تكلمت عن دي ساعه يعني مش كده، دقيقه 50 تكتب 6. طيب الحاجه المهمه بالنسبه لك انت هنا انه تتأكد إنه الأرقام دي كلها قاطعة الدائرة من بدايتها إلى نهايتها. طيب لو بعد شوية كده طيب شايفين كده، إذا جيت عملت شفت الشكل حقك هتلاقي كتبت 1 2 3 4 5 6، ولاحظ الواحد قاطع المحيط بتاع الدائره كله، والاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه. طيب هنا انا بعد كده عايز اقطع الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه من الدائره دي، يبقوا برا من الدائره. طيب بختار الواحد والاثنين، بختار واحد هنا بشكل واحد اثنين ثلاثه يعرفون لحد ما تجيب واحد واحد
ستة. اللي هو انت بتعمل كنترول و بالماوس تختار اخترت رقم ستة، بعدها تختار معاهم الدائرة. اخترت رقم ستة تختار معاهم الدائرة. صوت ما مضبوط. إذا اخترت رقم ستة بتختار معاهم الدائرة. أنا أرجع لعملية الاختيار الثاني عشان تكون واضحة بالنسبة لكم. انت بتختار الواحد اللي هو الشكل بيبقى هو شكل مربع كده، وبتعمل كنترول بتختار الاول اللي هو ده، بعدين اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، بعدين الدائره بتختار تضع اي نقطه هنا تختار الدائره. طيب هنا بيجي لي فورمات. الفورمات هنا بيجي الفورمات بيجي بختار لدمج الاشكال، بختار حاجه اسمها فراجمنت. فراجمنت اللي هو هيقطع الارقام من هذه الدائره، هيقطع الارقام من هذه الدائره اللي هي تظهر لي دائره هنا انا هسحبها الدائره باللون الاسود شايفين. طيب بعد كده بقى عندي الواحد، اجي اختار الواحد ثاني، وبعدين الاثنين، واحد بعدين الاثنين بعدين الثلاثه بعدين الاربعه الخمسه والستة، وده اللي يديه لون ابيض. شايفين؟ كده شكلها بعدين اقوم اختار الرقم الجزء اللي بعد الواحد، وده اللون اللي بديه فورمات اختار اللي هو انا هنا لاحظوا هنا اخترته ما خلاص الجزء بعد الواحد ده بيبقى مقطوع. ما عنده علاقه بما قبل الواحد ولا عنده علاقه بما بعد اللي هنا ده طوال لون احمر. الجزء بعد الاثنين يديه لون اخضر مثلا، الجزء بعد الثلاثه يديه لون ازرق. طبعا بعد كده الالوان دي انت بتختار على حسب ذوقك، على حسب انت الى اي مستوى يعني انت حريف او كده. كده لما تيجي تعرض الشكل حقك بقى بالشكل ده. لاحظوا انه في الوان سوداء ظاهره اللي هي دي ناتجه من تقاطع الارقام بتاعتي مع الدائره، وديل بالراحه كده بجي بختاره واحده واحده اللي هو الجزء هنا تعمل لي ديليت ما يصح. خمسة دقائق ان شاء الله بالشكل ده. طيب الاربعه دي انا بحاول اخلي اللون الاسود ده اعمل له لون يكون زي اللون اللي هو بعد الاربعه اللي هو ده، بدي بشيله زي ما قلت المره اللي فاتت التفيل الاي دروب الاختاره اللون بالشكل ده، والست دي ضربها اي اعمل لها اي دروب الاختاره اللون ده بقى الشكل ده. طيب من وين بجيب الكلام المكتوب؟ لاحظوا انه انا هنا في كلام مكتوب هنا اللي هو المربعات النصية، بقوم دائما بقوم مجهزها انا اصلا في شريحه بعد الشريحه حقتي اللي هم هذول واحد اثنين ثلاثين واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته اهو كده بعمل لهم كوبي وبرجعهم للشريحه بتاعتي بعمل لهم بيست من هنا، وبعد ذاك بجي بشيل ستيب 1 حطها هنا معلش انا لفظت ضيق شويه فانتوا بعد ذاك افهم الفكره كلها. ستيب 1 هي ستيب 2 بعدين ستيب 3 بعدين ستيب 4 بالشكل ده عشان تتوقع ماشي معاهم 6 وبعدين ستيب 5
الخلفيه، وطبعا يعني بعدين انت ممكن تتحكم في المساحات وكده. انا والله اللابتوب شغال بيه يعني طيب الشاشه بتاعي. طيب خلاص بعد ده باقي ليه الانيميشن. الانيميشن بتيجي تختار الواحد الرقم واحد واللون بتاعه والنص حقه، الثلاثه ديل تيجي تعمل لهم انيميشن من هنا. الانيميشن بتيجي تعمل لهم مثلا زوم تكفين بصهر. بعدين تختار الاثنين واللون الاخضر والنص حقها هنا تيجي تعمل لها زوم. طيب بعدين تختار الثلاثه واللون الازرق والنص الثلاثه مع بعض تعمل لهم زوم. بعدين تختار الاربعه والنص حقها واللون حقها. بعدين تختار الخمسة والنص واللون تعمل لهم زوم. بعدين الستة والبطون الستة دي فيها بطون يعني كده. طيب كده انا جهزت الشغل حقي. ولاحظوا هنا ظاهر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. بعد كده نجي نعرض الشغل حقنا نجي نشوف شايفين. طيب بعد كليك يظهر لك واحد كليك ثانية اثنين كليك ثانية ثلاثة كليك أربعة بعدين خمسة بعدين ستة، وبكده أنا بكون أكملت الشكل بتاعي بالشكل الجميل ليا. أنت ترجع تطور للخلف طيب للأمام. ده يا جماعه هو ما الشكل الاول اللي انا عملته ده ما اللي كان في بدايه المحاضره لما انا ظهرت لكم، لا ده النموذج وده اللي اشتغلناه، يعني ده اشتغلناه الان قدامكم في الجلسه حقتنا، وده النموذج اللي عرضناه لما قلنا انه هنشتغله. شايفين ده اللي هنشتغله اللي هو ده اللي عرضناه وقلنا هنشتغله، والثاني ده اللي اشتغلناه. لاحظوا الالوان ما متطابقه شايفين، يعني مثلا هنا الثاني والازرق وهكذا. ده نموذج ل 6 ستيب سيركيولر انفوجرافيك ديزاين، ده نحن بنعمله وهي نحن جبناها لواحد من اخوانكم كان سعد المره اللي فاتت قال كيف نحن نعمل الشيء. طيب اجيب هنا واشوف اذا في سؤال او حاجه نتكلم عنها قبل ما نبدا. طيب سؤال عشان تجاوب عنه تعمل اون ميوت وتسال السؤال. معك سؤال نمشي طوالي ليه؟ دكتور ياسين. ايوه دكتور رازي. ايوه اذا ما في سؤال انا عشان امشي للنموذج الثاني طوالي. ما في زر رفع يده؟ لا ما في زر رفع يده خلاص. في اسئله شايف في فيسبوك في طيب نمشي للنموذج الثاني. طيب نرفع نمشي للنموذج الثاني اللي هو ده. طيب شوفوا ده نموذج ثاني برضه 5 ده 5 ستيب جرافيك ديزاين. ده شكله لاحظوا انه ذاك الشكل الاساسي فيه كان عباره عن دائره، هنا الشكل الاساسي عباره عن مثلثات وبعدين عباره عن اسهم متدرجه ماشيه من اليسار الى اليمين. الناس اللي تشرح باللغه العربيه
او كده ممكن تعمل نفس المثلث ده من اليمين لليسار، وده كله بيعتمد على الروتيت او الروتيشن بتاعك كيف عملتها بشكل تدوير. طيب لاحظوا انه الاسهم دي فيها الوان مختلفه، خمسه الوان مختلفه، اي لون من الاسهم الخمسه فيه اثنين تدريج، واحد غامق شويه والثاني لونه فاتح، وفي مربعات نص، وانت ممكن يعني تعمل معاك ايكونز تجيبها. الايكونز دي اذا تستخدم اصداره متطوره من الاوفيس انت ممكن تستخدم الايكونز دي وتدريجها في البرزنتيشن حقك، بتديك يعني جمال او منظر يكون جميل. طيب نجي نشوف كيف نعمل شكل زي ده. طيب انا هختار الوان ثانيه غير هي عشان تشوف انه نحن عملناهم هي مختلف من الاول. طيب هنا نجي بنفس المستوى، حتكون عندنا يعني سلايد هذه السلايد، وهنا يا جماعه ركزوا معي شويه لانه الحكايه تحتاج مننا شويه تركيز، انه الشكل الاساسي عندي انا هنا هو مثلث، وبالتالي انا بحتاج الى انه انا اعمل سيرت ادراج للشكل المثلث، وهنا اجي بدخل المثلث بتاعي اللي انا عايزه بالشكل ده. طبعا بعد ذاك المساحه والحاجات دي انت ممكن تتحكم فيها حسب ما متاح متوفر لديك، ولابتوبك كبير او صغير او كده انت ممكن تتحكم في المساحه او كده. طيب ده المثلث الاساسي اللي انا هشتغل عليه، اللي هو انا منه هعمل خمس مثلثات بشكل عام زي الليله والطريقه الطايره بتاعت الاطفال دي. هذا المثلث بيظهر بالشكل ده، انا بحاول اعمل له فورمات اخفض الترانسبيرنسي بتاعته اللي هي الشفافيه حقته عشان اشوف من خلاله، عشان تفهموا انه انا بخفض الترانسبيرنسي او الشفافيه بخليها اقل، ومن الفورمات هنا بحاول اخليه يكون فورمات يكون شيب اوت لاين يكون اوت لاين. ده المثلث ده عشان اواصل فيه واخليه زي شكل الطياره، هنا بكون بعمل كنترول دي ادفن المثلث اللي بالشكل ده، وازيد الحجم حقه من هنا اللي بالشكل ده، واحطه اسفل المثلث الاول. المثلث بالشكل ده ممكن من هنا كمان وعشان تشوف برضه تعمل زوم، نتأكد انه اركان المثلث اللي انت عايز تحطه مع الاول ده مظبوطات مع بعض، عشان بعدين وانت بتعرض في الشغل حقك ما يظهر لك المثلث ده بشكل. طيب انا عايز اقطع المثلث التحت من المثلث الفوق، عايز اقطع المثلث التحت من المثلث اللي فوق. ودي في الجلسه الماضيه انا كان شرحت انه كيف نقطع المثلث من مثلث او شكل من الجزء اللي عايز تقطعه بتخليه في الاختيار الثاني، يعني انت بتختار المثلث اللي فوق اول ثم كنترول واختار المثلث التحت واجي فورمات هنا ومن فورمات اختار هو ميرج شيبس، وهنا بجي بعمل سبتراكت طرح. لما تعمل طرح هنا بيقوم بيقطع عليك المثلث الثاني من المثلث الاول، بيقطع عليك المثلث الثاني من المثلث الاول. هنا فضل لي المثلث حقي ده، وده هنا انا ممكن اتعامل معه بالشكل ده وبقى بالشكل ده. طيب هل هو ده المثلث اللي انا عايزه؟ لا، ده ما هو المثلث اللي انا عايزه، انا لسه هذا شكل الطياره النهائي. لا، شكل الطيارة النهائي لأنه ربما يكون الجزء اليسار ما مقارب للجزء اليمين من الشكل الحقيقي. طيب أنا بحتاج أقطع تاني من المثلث ده جزء، بحاول أقطعه من النص، بحاول أقطع
خلي النص اليمين ظاهر مثلا والنص اليسار مظاهر او العكس، ودبي الرسم بتاعي. طيب ده المثلث حقنا في الطياره ده، انا عايز اقطع منه جزء من اليمين اقطعه اللي هو بدي اعمل انسيرت. المره دي ادخل مستطيل، مستطيل بالشكل ده، وبديه لون مختلف. طبعا يا جماعه الامور دي يعني ده يصور شويه لانه بديه لون مختلف بالشكل ده، وشيل اوت لاين نوع اوت لاين، وقلل الشبابيه عشان تشوف انت في سلوك، بتقلل الشبابيه وبعدين بتجيب المستطيل ده يكون اكبر وتحطه في المثلث. شايف؟ وتطبقه هنا، وانت شايف انه المستطيل بيخرج لشنو؟ بيخرج للمثلث. الان انا هقطع المستطيل من المثلث، وبالتالي هختار المثلث اول ثم المستطيل حتى اجي لانه هنا اعمل سبتراكت. فلاحظوا فضل لي شنو؟ فضل لي الجزء ده. الجزء ده يا انا عايزه مرتين، لكن عايزه من الاتجاه الثاني عشان يكون متطابق مع الاتجاه الاول. طيب الجزء ده انا هقوم اكرره مره ثانيه اللي هو بختاره، وبعمل كنترول جي. لاحظوا هيبقى مرتين. طيب بقى مرتين. لما نبقى مرتين بجي بعمل له فيليب هوريزونتال، اللي هو فيليب هوريزونتال. فيليب يعني قلب افق، يعني زي المرايه كده بيديك نفس الشكل من الاتجاه الثاني، وبيجي هنا عندي نفس الشكل ده بشيله بحطه مع الاول. شايفين؟ هنا بس المساحه بتاعتك ما مظبوطه، انت تجي هنا بالسهم تنزله تحت، تنزله الى اليمين لحد ما يتعقوه تماما، ترفع فوق شويه لحد ما يبقوا الاثنين عباره عن يعني شكل واحد. هنا يقول لك الاثنين عباره عن شكل واحد، تختارهم الاثنين تيجي تعمل لهم كنترول جي، وهنا بيبقوا جروب، والجروب دي ممكن بعد كده تتعامل معاها على اساس انها يعني قطعتين، على اساس انها قطعه واحده. وممكن هنا اذا عايز شايف في مساحه كده ظهرت بين تقفل المساحه دي جروب، وبعد كده ممكن تجي تتحكم في الشكل، وبعد كده تصغر الشكل حقك وتدور شويه عشان تظهر لي الشكل بتاع الطياره اللي بين اللي نعمل زيها. طيب الشكل الاول ظهر بالنسبه لي. طيب بقوم بدبله خمس مرات، كنترول دي خمس مرات. شايفين؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. تمام، بيبقوا خمس مرات. بعد ذاك انت هنا طبعا عشان تظبطوا التوزيع المسافات بينهم تكون كويسه ومظبطه وكده، انت زي تختاروا من الخمسه، الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، وفي فورمات فورمات هنا فورمات تختار منها استوديو هورزونتالي توزيع افقي متساوي، تظهر عندك تظهر عندك في الشكل ده. طيب بعد كده لاحظ انه اي واحد من المثلثات دي بتكون من جزئين، جزء يسار وجزء شنو؟ وجزء يمين. بتجي تغير الالوان بتاعته. شايف اللون الاول بتاع الشكل الاول بتجي تديله لون مثلا احمر، والشكل الثاني تديله لون احمر.
تمام. بعد كده تزيد الترانسبيرنسي اللي هي بتاعت الشكل، تقلل الترانسبيرنسي مثلا تخليها كده بشكل ده. تجي ثاني للشكل الثاني اللي برضه اختار اللي هو مثلا اللي هو الاخضر ثاني هنا، الشكل الثاني تجي تختار اللي هو اللون الاخضر هنا، تقلل الترانسبيرنسي بالشكل ده. تجي للثالث تختار اللي هو الضوء الازرق الثاني من هنا الازرق، يعني هنا الدور الخامس. والعملية دي بعد كده بتبقى عملية مكررة، بتعملها 5 مرات يعني كده. طيب طيب تمشي الشريحه اللي بعدها تلقى هو الاشياء الخمسه الطعاميه الخمسه نصوص هي، اختار الخمسه تعمل لها كوبي وترجع للشريحه بتاعتك هنا وتعمل لها بيست وبقت قاعده عندك بالشكل ده. بعد كده ممكن انت تستخدم الشكل ده عشان تبين انه تطلع وين كده العنوان بتاع الشريحة كذا. وبعد كده ممكن تيجي تعمل له انيميشن، نعمل انيميشن بشكل اساسي بعدين نفلاي ان بعدين هنا تجيبه بالشكل ده. وهنا ممكن تعمل ده برضه الانيميشن ده داير من الصبر والرعاة وكده. وده الشكل النهائي بتاعك للنموذج ده. الموضوع الرابع الموضوع الخامس، وبكده انت عملت يعني شكل جميل وعملت 5 اشياء بتاعتك بشكل طيب وممتاز. طيب انا داير اذكر بانه يعني جلسه اليوم دي كلها هنشتغل فيها نماذج فيري سيمبل اللي هي نماذج بسيطه جدا. الجلسه الجايه نبدا نخش في نماذج معقده شويه او اكثر تعقيدا، والجزء اللي بعدها بتخش في نماذج يكون فيها انيميشن كتير ويكون فيها اشكال مع بعض كده. ده الشكل او ده النموذج الثاني، لاحظوا ده الشكل اللي كان قلناه في البدايه وده الشكل اللي قلناه هسي. هو ما في فرق بيناتهم الاثنين الا بعد كده الخلفيه بتاعتك لو عايز تخليها جري شويه يعني الرسوم تخليها غامضه وتديك يعني حاجه جماليه كده بحيث انه الارض بتاعك يكون بشكل ضيق وتظهر لك هذه دي الخمسه اشكال. طيب دي ده النموذج الثاني. طيب اذا في سؤال نمشي للنموذج الثاني، اذا ما في سؤال نمشي للنموذج تفضلوا تفضل يا سيف غير الفور بتاعك. السلام عليكم يا دكتور. مرحبا عليكم السلام. انت رجعت سايلنت ثاني.
تفضل يا سيف. لا احمد انميوت مفتوحه. ايوه معلش يا ايوه دكتور. ايوه اتفضل. الله يديك العافيه. المثلث، اي مثلث من المثلثات اللي عرضتها من الاخيره دي عباره عن مثلثين احنا دمجناهم صح؟ عباره عن مثلثين. انا قطعت اذا تتذكر كبير انا لما رسمت الرسمه الاولى ايوه كان في مثلث واحد قطعت منه مثلث ثاني حتى بعد ذاك قسمته على اثنين عشان يتطابق الشكل الاول مع الشكل الثاني. ممتاز. ما يظهر لك واحد عامل كده والثاني عامل كده. يلا انت لما انت قمت تدمجهم مع بعض لصقتهم مع بعض، لما انت توحدهم مع بعض بتعمل شنو؟ بتحدد الاول تحدد الثاني، بتعمل بعد شنو؟ بتدوس كنترول جي كنترول جي. طيب بيحطوا لك الاثنين بعد كده اذا عايز تحركهم في اي اتجاه بيتحركوا مع بعض بيتعامل معاهم على اساس انهم وحده واحده، لكن رغم ذلك الالوان بتاعتهم ممكن تتعامل مع اي شيء لون وبراوه. ايوه كنت اسالك انت بس وحدتهم مع بعض قلت بالكنترول جي صح؟ يلا في الالوان ايوه لما تيجي تلوينهم تحدد كل واحد بيدي كل واحد لونه براوه برضه؟ كل واحد لونه وبراوه. ايوه طيب كويس جدا. ده كنترول جي. لكن لو عملت لهم كومباين، لو عملت لهم كومباين زي ما شرحنا في الجلسه الماضيه، ايوه لما تعمل كومباين خلاص بيصيروا لك الاثنين ثاني بيبقوا عباره عن شكل واحد بتلون بلون واحد يتحذف مع بعض يمشي مع بعض كل شيء مع بعض. يعني كنترول جي بيوحدهم ليه وبيحتفظ كل مثلث بخاصيته في التلوين. كل مجموعة أشكال إذا اخترتها مع بعض وعملت كنترول جي تاني ممكن تحركها لليمين مع بعض، تحركها لليسار مع بعض، تصغر حجمها كلها مع بعض، تكبر حجمها كلها مع بعض، تخلص من الحكاية دي ممكن تفك تاني كل واحد تتعامل معه على أساس هو وحدة براءة. الكنترول جي بيساعد في إنه نحن ندمج الأشكال مع بعض، نتعامل معهم بس كمجموعة في شكلهم، لكن محتواهم كل واحد بيعتبره لحاله. ده إذا أنا فهمت سؤالك. أنا واضح واضح كده، يديك العافية. شكرا جزيلا. في سؤال ثاني ولا نمشي للشكل الثاني؟ طيب معك سؤال نمشي طوالي للشكل الثالث. بالنسبة لنا في هنا. طيب ده واحد من الأشياء اللي هي أنت لما تيجي تشتغل أي شغل بالذات الشغل الأكاديمي مرات أنت بتحتاج إنه شغلك ما تكون فيه ألوان كثيرة، ما يكون يعني الشريحة ذاتها أنت لما تيجي تعمل السلايد بتاعتك في البرزنتيشن او في الانفوجرافيك يفترض ما تكون فيها الوان كثيره، ما يكون فيها محتوى كبير عشان الناس اللي بتحضر او بتتابع معاك ما يفكروا في الالوان والاشكال والحركات اكثر من المحتوى ذاته. فبعدين احيانا انت تكون كزول اكاديمي بتكون محتاج لانه البروجرامينج بتاعك يكون بشكل كتاب بشكل ورقه زي شكل الظاهر. طيب فنحن عايزين نعمل نموذج من ثلاثه وممكن تعمله من اربعه او خمسه زي ما تتسع الشريحه بتاعتك. لاحظوا انه في يمين الشريحه هنا في مكان فاضي فانا ممكن ازيد عدد الاشكال اللي انا عايز اضيفها في الشريحه. ده شكل مبسط جدا ونحن هنشتغل عليه ونشوف كيف نعمل. طيب نمشي لشريحه فاضيه خلينا نشوف كيف نعمل الشكل ده يا جماعه عشان الناس متابعين من البدايه. احنا عايزين نعمل شكل بعد ما نخلص يكون الشكل. طيب هنا عشان تيجي تعمل شكل زي ده يا جماعه برضه بتكون الشريحه فاضيه وبتيجي تعمل لها الباك جراوند عاوز يكون لونه بلاي شويه يعني شويه كده. طيب شوف هنا انت عايز تعمل لو لاحظتوا الشكل ده اللي هو من الشريحه الثمانيه دي فيه مستطيلات مثلثات. شوفوا الشكل لا هو مثلث لا هو مستطيل. يعني انت مرات بتشوف انه الشكل ده من الصعب جدا انه انا اعمل شكل بنفس الطريقه، لكن
طالما انت عندك سكيلز بتاعت انك انت كوبي بيست كات يعني فراجمنت كده الحاجات دي، انت بتقدر تعمل الشكل اللي انت عايزه. طيب نتذكر بانه احنا عايزين نشتغل الشكل ده، نحطه هنا في شريحه. طيب انا ممكن انسخ واحده من الاشكال دي ان شاء الله بعدين معايا هنا. لاحظوا ان انا لما نسخته النص ما جمع، فانا عايز الشكل ده، عايز اعمل شكل زي ده هنا واعمله بالشكل ده. طيب الخطوه الاولى اللي انت بتعملها، انت بتبدا ترسم الاشكال دي واحد واحد، في النهايه اجمعهم كلهم اتعامل معاهم على اساس انهم شكل واحد واعمل لهم الانيميشن. الخطوه الاولى التدريج بشكل مستمر، تتحكم في الشكل زي ما عايز، تتحكم في الحجم زي ما عايز. ده المستطيل بتاعك من الفورمات بتاعته هنا، في تختار شيب اوت لاين نوع. طيب تابع خطوه خطوه، انت هتلاحظ انه نحن بعد شويه ماشيين نبقى زي الشكل الموجود ده. طيب لاحظوا انه الشكل هنا فيه مربع وفيه جزء زي المثلث كده، فده اذا فتشتهم في الاشكال ما بتلقاهم. طيب بقوم بعمل شنو؟ بقوم بجيب مثلث، مثلث ده هنا بالشكل ده، المثلث بالشكل ده، واحطه وين المثلث ده؟ احطه مع الشكل ده مع المستطيل، شايف؟ تحطه مع المستطيل. لما تحطه مع المستطيل مرات ما بتلقاهم، تكبر شويه عشان تظبط الامور، شايف؟ مرات تلقى انه المثلث شكله يعني اطول شويه من المستطيل، وانت عايزهم الاثنين حاجه واحده. شايف؟ هنا تكبر. شوف. طيب هنا تقوم تنزل المثلث هنا لحد ما يتجانس مع المستطيل. المثلث برضه تحاول تعمل له فورمات شيب اوت لاين. بعد كده تقوم الاثنين دول شكلهم غريب لبعض. طبعا الكلام ده صبر شويه يا جماعه عشان تظبط المثلث معاه. حاجة راح تشوف من المسطرة فوق بتجيب المعلومات التعليمية بعد كده. الشكل الأول والشكل الثاني الاثنين مع بعض. هنا لما نختارهم الاثنين بجي لفورمات، في دمج الاشكال بجي بعمل لهم يونيون. يونيون بيبقوا خلاص الاثنين بيبقوا شكل واحد، بعد كده اذا لميتهم كده مع بعض بيبقوا شكل واحد. لاحظوا انا هنا ما تنسوا انه انت تعمل اصلا هنا نعمل شكل زي ده. طيب لما تعملهم الاثنين شكل واحد، بعد ذلك ثاني تيجي تدخل مستطيل ثاني عشان اعمل الشكل الابيض. في تأكيد الشكل ده خليه لون أبيض، في لون أبيض، تجيبه هنا تحطه، لاحظوا إنه بقى طابق لشكل. طيب لكن الآن المستطيل الأبيض ده ظاهر لي بيفوق للشكل حقي، وانا ما دايره بيفوق، انا داير شنو؟ انا داير يكون بتحت المستطيل، انا داير يكون بتحت. المستطيل بيفوق، انا عايز يكون شنو؟ يكون بتحت.
بقوم بعمل كليك بالزر العكسي، بعمل سنت وبعد رجع بيبان، رجع بورا اللي شنو ورا اللي الشكل بتاعي او بناء تحول الشكل. طيب بعد كده لاحظوا الشكل الكبير بيبقى مظبوط. بدي بعمل انسيرت ثاني للمثلث بالشكل ده، بحاول اخليه بالشكل ده، وبعدين المثلث ده انت تمشي تدوره عدة مرات بحيث انه تنزل، وبعدين تنزل ثاني، بعدين تيجي تعمل الروتيت. تدور عدة مرات لحد ما يجيك الشكل اللي انت عايزه. لاحظ انه انا عايزه زي اللون الغامق ده. طيب بقوم بشيله بجيبه وين؟ بحطه هنا نفس الشكل. بعد كده ممكن تتحكم شويه. ثاني تجي تدخل مثلث ثاني كل مره تدخل مثلث هنا هو تدوره هوريزونتال صار من شويه هنا. لاحظ كبر الشكل شويه هنا عشان تشوف ماشي كيف، عشان ما تكون بعدين تجيبه مظبوط بالضبط كده. وشيب اوت لاين اللي هو نو اوت لاين شكله مش بعد فوق. طيب بعد كده لاحظوا انه ده انا افترض ارسل الى الخلف اللي هو سنت باك واجيبه هناك بيظهر بغادي للشكل. طيب بعد كده اختاروا كلهم مع بعض واعمل لهم كنترول جي يا نو كان سايق شويه، وبعد كده انت ممكن تتعامل معه على شكل شمال شكل واحد بالشكل اللي انت عايزه. بعد كده بيجي على كنترول دي اداني شكل ثاني، وكنترول دي مره اخرى اداني شكل شمال اداني شكل ثالث. شايفين لما يديني شكل ثالث بعد كده اذا جيت اخترته الثلاثه مع بعض عشان توزعهم، ودي واحده يا جماعه من الحاجات اللي مهمه جدا تيجي تعمل لهم ديستريبيوت فيرتيكالي توزعهم لك الثلاثه بالتساوي، حتى لو انت عايز تبعد واحد شويه لتحت بالشكل ده وعايز توزعهم بشكل متساوي تيجي تختارهم الثلاثه وتجي هنا تعمل ديستريبيوت فيرتيكالي بيوزعهم لك الثلاثه بشكل شنو؟ بشكل متساوي. فانت بكده بتقدر تعملهم الثلاثه. طيب بعد كده انا زي ما قلت بجي بفك التجميع اللي انا عملته ده عشان اتعامل لي مع كل واحد من الاشكال دي بشكل مختلف. هنا بجي بختار لون يكون ثاني للدية طيب اختار اليوم لون احمر نفس اللون او تقلل هنا الترانسبيرنسي بتاع الاشكال دي عشان
الثاني هي لو عايز تعمل اللون الاحمر اللون الاحمر ده دي ممكن تعمل بيها ان جروب عشان بنعمل استعمال استحاله وبعدين يجي اديله فورمات شويه كده انت هتكون عملتها يختاروا كلهم مع بعض وتعمل لهم جروب وتجيبهم مع بعض بيقولوا بشكل بعد ده انت لو عايز تكتب ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 بتجي عادي هنا انسير بعدين نرفع نص النص بتاعك هنا عادي تكتب ستيب 1 خليها باللون الابيض خليها بولد تزيد حجمها شويه الى مثلا 24 بتاعتك على انك انت شنو كبيره او طيب بعد ذلك يجي عندك ثلاث اشكال كده انت لما تيجي تعمل العرض بتاعك شايفين تعمل العرض بتاعك بيظهر لك اشكال العرض دي يا جماعه الجزء ده اللي انا جايبه منك فبيجي بيظهر لك الثلاثه ديل شايفين انت عاملهم زي ما لاحظوا انه الحمرة دي شويه كده فيها جزء كده ما مظبوط ممكن ترجع عليها شايفين هنا صارت احركها كده شويه شايفين لحد ما ظبطتها هنا كده بقت مظبوط طيب ده الشكل الثاني نمشي ل بعد كده نشوف اذا في سؤال او ما في سؤال نمشي للشكل الرابع مباشره نتوقف شويه إذا ما في سؤال، إذا في سؤال أرفع يدكم ونستمع لكم أعمل أنميوت وأقدم السؤال حقكم. الشكل الثالث اللي كان شرحناه دي إحنا قلنا ده دائما بيكون أكاديمي وكده، الشكل الأكاديمي دائما ما بيكون فيه شو ولا بيكون فيه يعني ألوان كثيرة وكده. بسيطة وسهلة، البركة اللي قلت لكم واحدة بسيطة. هاي في واحدة كثير الجلسة دي كلها حاجات بسيطة ما معقدة، الثالثة دي سهلة. الرابعة أنا إذا ما بتذكر هي شكلها في العام كيف لكن نشوفها ممكن تكون فيها ديفيكولتيز. في سؤال ولا نمشي للشكل الرابع؟ سهلة طيب نمشي للشكل الرابع اللي هو ده بقى هنا شكل يمكن يكون فيه تعقيدات بسيطة أو بالنسبة لكم أنتم ده شكل لما بدي تعرضه شايفين بتظهر الشريحة بتاعتك فاضية بشكل ده الشكل الأول بعدين ده يجي الشكل الثاني، بعدين ده يجي الشكل الثالث، الرابع، الخامس، كده السادس وهم ستة،
دي اشكال مثلا تكون سيركل وكده، وبعدين يعني ممكن تستفيد منها وتعملها وهكذا. طيب هنمشي فوق دي ونشوف كيف نحن نعمل الشكل ده. واضح انه نحن هنعمله، وده يبدو لي شويه كده معقد ويحتاج مننا نحن شغل كثير. طيب نحن عايزين نشوف كيف نعمل شكل زي ده ل 6 سيركلز، لكن كمان الست سيركلز دي ما ملصقه مع بعض ولا شكلها كده يعني موضوع زي العجلات المتراصه في بعض وكده. وده يعني شايفين الشكل يا جماعه عشان انا اعرض لكم ثاني، وبعدين ده هيظهر عندك في البرزنتيشن حقك، يظهر عندك بالشكل ده. بعد كده دي الاشياء بتاعتك لو عايز تظهرها مع بعض كلها او عايز تظهر لك واحده واحده في الشكل ده. الشكل اللي احنا عايزين نشوف. طيب عشان نعمل الشكل ده طبعا تكون عندنا شريحه فاضيه، تكون عندنا شريحه فاضيه بالشكل ده. طيب نمشي للانسيرت طبعا اكيد المره دي انا هعدي دايره، والدايره يا جماعه عشان تكون مظبطه عندك انت بتعمل كنترول شيفت وتسحب شنو الدايره حقتك لحد ما يكون الحجم المناسب اللي انت بالنسبه لك انت عايزه يظهر عندك بتجيك بالشكل ده. ومن شيب اوت لاين بتشتغل بها اوت لاين، بعدين هنا تجي تعمل لها اذا ظهر عندك بشكل ده تمشي تعمل لها حاجه اسمها 3D روتيت، اللي هو انت بتمشي تعمل تجيك بسير العكس في الدائره. شايفين؟ اللي بتصير العكس في الدايره وبتمشي تعمل لها فورمات. الفورمات هنا تيجي تختار الايفكتس اللي هي التاثيرات، من التاثيرات تختار 3D روتيت. من 3D 3D روتيت انت من البريسيت، قبل 3D روتيت من البريسيت بتطرح الدايره على الارض، لما تطرح الدائره على الارض اللي هي تبدا بالشكل ده وتمشي الى طيب لما تنزلها تحت هنا انت عايز ليها اللي هو العرض. تمشي لل 3 دي فورمات. 3 دي فورمات في حاجه اسمها الدبس، الدبس ده اللي هو عرض اللي هو تديها عمق يعني شايفين؟ فبتمشي تختار لها عمق كده بتبقى ما توصلها تقريبا الشكل المناسب تقريبا 14 او 15 تظهر بالشكل ده. وبعد كده بترجع ثاني لل 3D 3D روتيشن. 3D روتيشن هنا عندك ثلاثة انواع من الروتيشن اللي هو اكس وواي وزد. الفرق شنو بين الاكس وواي وزد؟ اكس بيحول الى اليمين والى اليسار، واي بيحول الى اعلى والى اسفل، زي بيحول لك بشكل ده وبشكل ده. طيب نحن اللي عايزينه هو الزي ده، فالاولى دي انت بتخليها بالشكل ده شايفين هنا في الاول. طيب تيجي تعمل لها كنترول دي تبقى عندك واحده ثانيه، وبدي بعمل لها زي بالشكل ده ودي الاولى. ثاني اعمل كنترول دي وبرجع هنا للزي، ارجع تبدا هنا بالشكل ده، باخد الحته الثانيه وكنترول دي هنا للزي بالشكل ده. الحكايه سهله بعد كده دي هنا بالشكل ده وكنترول دي ولا بالشكل ده، او ممكن انت تسحب من الاولى لحد ما تصل للشكل اللي انت عايزه. طيب الاولى بقوم بديها لون مختلف، بعد
كده بيجي للفيل حقها انت بتيجي تملاها بلون احمر، الثانيه بتديها لون ازرق بالشكل ده، وبعدين الترانسبيرنس ذاتها ممكن تتحكم فيها انت اللي هي تخليها شفافه شويه لو عايز، وعندك ذوق طبعا وكده انت لو عندك طبعا في ناس في الالوان والحاجات دي، بعدين هيشتغلوا بشغل ممتاز جدا او شغل راقي شويه الالوان، طبعا عندهم اسواق عاليه وكده. طيب طبعا دي وبعدين يا جماعة ألوان كثيرة أنت ممكن تشتغل عليها لو عايز الشبابية دي. طيب هنا لاحظوا عندنا نصوص هنا، وبعدين عندنا شايفين دي اللي هي ايكونز واجيبها واحطها في القسم بتاعتي هنا، وبعدين كل واحده من الاشكال دي احط لها واحده مناسبه من الايكونز تحت هي. طيب بعدين طبعا الايكونز هنا لو بتلاحظوا شكلها ما حيكون مظبوط لانه انا هبطل طيب من وين احصل على الدائره دي والنص اللي جوا ليها؟ الدائره دي والنص اللي جوا انت بتجيبه من وين؟ طيب نفس المثال شايفين شيب، تجي ترسم الشكل ده بالشكل ده كده، ومن منتصف ردية انت تضغط جوا عشان تديك شكل دائره كامله شايفين، وتصغر الحجم كده وتزيد الطول من هنا ترفع لفوق شويه بشكل اول، وتجيب نص مربع نص اللي هو زي ما كل مره احنا قاعدين نعمل مربع نص النص بتاعك ده تحطه وين؟ بعد ممكن تزيد حجم الدور ده النص بتاعك وتخليه بولد شويه و طيب بعدين بعدين تخلي دايرة الاثنين يبقى الجروب واحده عشان تنسقهم المرة الأولى والمرة الثانية، وبعدين تختاروا مرتين كده عشان تنسقهم ثاني، يقول لك ستة زي ما الدوائر بتاعتك ستة. بعد ذاك تعال اتحكم في الأشكال حقتهم، الأول هي اختار لي لون شايف اللون، حاول خليه يكون نفس اللون بتاع الدائرة بتاعتك، هي حاول اديه لون يكون نفس لون الدائرة بتاعتي، بتاع حاول اديه لون يكون نفس لون الدائرة بتاعتي، اديه لون يكون نفس لون الدائرة الخاصة بيهم، هي برضه بنفس البداية، البداية دي بتبقى متكررة، يعني انت كل مرة تعمل طيب بعد كده السهم بتاع السيرليك ده عادي انت ممكن تجيبه تعمل هنا بالشكل ده، وبعد كده
فورمات عادي. ممكن تشيله تنسخه ثاني فوق هنا وتنسخه ثاني هنا وتمشي تعمل له فليب هوريزونتال، هتقلبه يعني زي المرايه كده وتجيبه هنا وتجيبه ثاني هنا هي وتجيبه ثاني هنا هي وترفع فوق شوية هنا يعني وبعد كده تجي تعمل الانيميشن. لاحظوا لحد هسي انا عامل الشكل لكن ما عامل معاه الحركه بتاعت انه هو ينزل من فوق مع بتاعته. طيب تختار الدائره الشكل وتختار الايكون وتختار الدائره وتختار الدائره تختار الايكون وتمشي تعمل له انيميشن والانيميشن ذاته تعمل له فلاي ان فلاي ان اللي هو يجي يظهر بس الفلاي ان تمشي تغير الشكل بتاعه تقول له فروم توب عشان يجي نازل من فوق زي الشكل. فلما تجي للانيميشن هنا انا هنا الانيميشن شايفين ما ظبط لكل الاشياء لانه الانيميشن شكله جاي انا عملت له نسخ للاشكال دي. معلش انا هشيل الاشكال دي خالص عشان الانيميشن ما يبوظ علي. طيب الانيميشن هنا شيله اللي بعمل انيميشن ثاني من جديد عشان الانيميشن ده يا جماعه بيحتاج مني انا تدقيق شغل. اختار الشكل اختار النص اختار السهم اللي تعمل انيميشن اللي هو فلاي ان ايوه وفلاي ان تجي تخليه يجي من وين؟ فروم توب عشان يجي من فوق. طيب تجي للثاني الشكل والسهم والمحتوى وفلاي ان وتغير له برضه يجي من الاعلى. الشكل الثالث المحتوى السهم وفلاي ان والافكتس بتاعه يجي من اعلى. الشكل الثالث الرابع عفوا وهذا 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 وتعمل له فلاي ان الافكت بتاعه يجي من اعلى. والشكل الخامس هو المحتوى حقه والنص حقه وابلاي ان ويجي من اعلى. لحظة نعم ظبط خامس طبعا الانيميشن ده له شوية صور يعني الشكل وبعدين الشكل السادس والاخير والنص بتاعه والانيميشن لايكين التنسيق حقه يجي اعلى. وهنا بتجي تشوف الشريحه حقتك ودائما يا جماعه لما تيجي تعمل الشريحه بتجي تلقى انه الشريحه بتبقى تكون فاضيه عشان ما تكشف محتوياتك للطلاب او للمستمعين. تجيب الجزء الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس بشكل ده. طيب ده الانيميشن بتاعي تقريبا في واحده كده ما جات مظبوطه لكن بعدين لقدام ان شاء الله انتم بالنسبه لكم تتمرسوا على الحكايه دي والامور شنو والامور بتمشي. طيب نشوف ليه ما جات مظبوطه. الاول الثاني الثالث بيجي من اليمين الرابع بيجي الثالث من اليسار الرابع من اليمين ده جاء من اليمين ويفترض يكون يجي من اليسار وده جاي من اليسار اللي هو بالترتيب
خطأ، ده خطأ في الترتيب، ودي بعدين ممكن في الجلسة أو في المحاضرة يعني أنت تعيد ترتيب الأنيميشن حقك بشكل كويس. طيب ده النموذج الرابع. آخذ بريك شوية ونشوف إذا في سؤال ممكن تسألوه، وإذا ما في سؤال نمشي للنموذج الخامس تقريبا والأخير عندنا في هذه الجلسة. طيب تفضل يا سيف. يا دكتور، الاشكال الكبيره الصغيره حذفتها ليك اصلا موجوده في الباوربوينت، ولا انت بتعمل بتنزلها من النت ولا شنو؟ دي اذا الباوربوينت حقك حديث بتنزلها من الباوربوينت طبعا. اللي هو انت لما تجي تعمل انسيرت، لما نجي نعمل انسيرت شايفين هنا يعني مثلا شايف هنا لما تيجي تعمل انسيرت ايوه هنا تلقى الشيبس طوال الحساب تلقى الايكونز. اذا الباوربوينت حقك حديث شويه، اذا قديم ما بتلقى الايكونز، بتلقى اللي هو شكل زي حق كده. انا ممكن يكون بعد العيد ان شاء الله اجيب لكم واحد جديد كده شويه كده يعني حاجه متقدمه تشوفوها. تمام. ايوه طيب الشكل الرابع ده معقد شويه ولا سهل؟ عشان قبل شايف واحد قال ده بشكل سهل. طيب في سؤال ثاني ولا نمشي؟ كان معقد لكن بالشرح طلع سهل. طيب شكرا. بعد التجربة أي تجربوا إن شاء الله والأمور تمشي. طيب عايزين نشتغل، إذا ما في سؤال أنا أنتقل إلى النموذج الخامس والأخير في جلسة اليوم، وممكن بعد نهاية الجلسة نعمل assignments تمارين صغيرة كده للناس إذا حبت تشتغل، لأن المرة اللي فاتت شايف في ناس أرسلوا لي شغل وكان جميل يعني على حسب ما التجربة الأولى في الاستوديو وكده. ف لو بقى ممكن نعمل أساينمنت. طيب نمشي للنموذج الخامس اللي هو هذه الماونتين. طيب ده كمان نموذج لماونتين او بيراميدز، انت ممكن تعرض فيها الاشكال بتاعتك، و دي عشان تعملها دايره منك صبر شويه، وبعدين يعني مش هي صعبه انما دايره محاولات كثيره لحد ما الامور بتاعتك تظبط، دايره منك بعد كده بتبدا يعني قدراتك انت ولاي مستوى انت عندك يعني تغذيه بصريه ممتازه، والتغذيه البصريه دي مقصود بها انه انت يعني فوتوغرافر هل عينك ملانة بمناظر جميلة ممكن منها تختار شكل الديزاين حقك، ولا لا كل الحياة اللي شفتها محدودة في مثلث ومربع ودائرة. دي اللي بيسموها التغذية البصرية. التغذية البصرية انك انت يفترض تمشي تملع عيونك بمناظر كثيرة من نماذج، من دراسات سابقة، من اي شيء، تملى عيونك بمناظر كثيره عشان تحاول تعرض اشكال جديده واشكال جميله وهكذا. طيب انا داير اشتغل النموذج بتاع الماونتين ده الليله، ويكون ده النموذج الاخير بالنسبه لنا. طيب مبدئيا هل الفكره واضحه بانه الماونتين ده شكله بعدين هتقدروا تعملوه كيف؟ انا هعمله لكم نشوف بعدين ان شاء الله نحن كيف نعمل.
في كل مره شريحه فاضيه بالنسبه لنا بالشكل ده، شريحه فاضيه اهو، بعمل فيها شكل بتاع بيراميد او ماونتين، بعدين انا اشتغل عليه واعرضه في هذه. الماونتين انت عشان تعمله محتاج يا مثلث واحد، وبعدين منه ممكن تعمل مثلثات ثانيه، ممكن من خلالها انت تقدر تظهر شكل الماونتين بتاعك. انا ابدا طوالي محتاج مثلث، المثلث ده بتجيبه انت بالشكل ده، شايفين المثلث بالشكل ده، نحطه هنا نص. طيب لاحظوا المثلث ده فيه 8 نقاط، لكن الثمانية نقاط دول فيهم واحدة لونها أصفر، اللي هي النقطة فوق الجنب الدائري. طيب النقطة فوق الجنب الدائري دي أنت ممكن منها تحرك المثلث بحيث إنه شكله يظهر زي شكل الهرم كده. يعني المثلث ده اللي بيديك ليه الباور بوينت، يا بيديك مثلث متساوي الاضلاع او بيديك مثلث قائم الزاويه، ما بيديك الشكل بتاع الماونت. فانت بتستفيد من امكانيه التغيير هنا للنقطه دي، وبتحرك المثلث بتاعك بحيث انه يديك شكل الماونت اللي انت عايزه. فلاحظوا انه المثلث ده هو ما نفس المثلث اللي انا دخلته. تذكروا يا جماعه عشان المثلث اللي انا دخلته في البدايه، شوفوا هنا ده المثلث بتاعي اللي انا دخلته. مثلث ممكن تعمله قائمه متساوي الاضلاع او قائمه الزاويه او متساوي الضلعين، ما بديك مثلث زي ده. فلاحظوا انه انا هنا استفدت من دي وحولت المثلث بتاعي لشكل. طيب انا لاحظوا هنا انه شكل الهرم المرسوم ده بيحتاج مني انا شغل بسيط، اللي هو ده المثلث بتاعي. انا بجي للتصميم بتاعه للفورمات شيب اوت لاين، بحاول اخليه بدون اوت لاين، وبحاول اخلي الترانسبيرنسي بتاعته تكون اقل عشان اشوف من خلاله لو عايز انا اشوف اي حاجه، بخلي الترانسبيرنسي حقته تكون اقل. طيب بقوم بعمل ايه هنا؟ بجيب مثلث ثاني اكبر شويه عشان اقطع منه المثلث الثاني ده، بقوم بجيبه هنا المثلث الثاني ده عشان اقطع منه وبديه لون مختلف. نشوف من خلاله مثلا احمد ده، وخلي الترانسفيرس بتاعه يكون اقل شديد بحيث انه انت بعدين تشوف المثلث اللي فوق والمثلث اللي تحت الحاصل فيهم شنو. طيب بقوم بدور المثلث ده كده شويه واجيبه واحطه وين؟ احطه مع المثلث ده عشان يديني شكل الماونتين اللي انا عايزه. وهنا يا جماعه انت بتكبر عشان تشوف ان مثلثك ده مظبوط مظبوط. طيب هنا أنا عندي مثلثين، لاحظوا المثلث الأول والمثلث الثاني، وفي انتر اكشن يعني انترسكشن بيناتهم، اللي هو في جزء اللي هو ده ظاهر بين المثلث الأول والمثلث المثلث الثاني. طيب أنت لو هنا عملت سبتراك هيقطع المثلث الثاني بالشكل ده. لا، نحن بنعمل سبتراك، هنا بنختار المثلث الأول والمثلث الثاني، طيب المثلث الاول والثاني، وبجي هنا بعمل فراجمنت. فراجمنت الفراجمنت هنا بيعمل لك شنو؟ الفراجمنت هنا بيديك شكل انت اذا شلته، شايفين من هنا اذا حذفت المثلث الجديد اللي انت اخذته بيديك جزء انت ده ما محتاجه، لكن لاحظ مثلثك القديم بقى لك عباره عن كمثلث، بقى عباره عن مثلثين، المثلث الاول هو الاساسي والمثلث الثاني هو التقاطع بتاع المثلثين اللي انت رسمتهم مع بعض، وبهنا ظهر لي الماونت. يا جماعه
معانا عشان ده نعمل لكم مشاكل. انا عايز اجيب في المحل دي توروني انكم فاهمين ان انا بعمل شو. يلا اذا في لا يعملوا لي رياكشن كده انه مظبوط. سيف ماشي كويس عامل. طيب هارجع للمثلثات بتاعتي عشان اشوف انه المثلث بتاعي ده عامل مكون من مثلثين. انا هنا بقوم برجع للالوان اخلي الالوان بتاعتي للمثلثين كل واحده لونها مختلف. كده يبقى بالشكل ده. ده احاول اخليه مع طبعا الحكايه دي يعني ما بتظبط معاك طوالي كده من اول مره بالذات الالوان الجريدي. الالوان الجريدي ما بتظبط معاك كده من اول مره. فنحن مثلا نخليه بالشكل ده. طيب لاحظوا انه ده مثلث وده شنو؟ ده مثلث مثلثين. الان انا كان عندي مثلث واحد قسمته لكم؟ قسمته ليه؟ طيب تعمل اختار واحد وتعمل كنترول اختار الثاني وبعد كده بعمل كنترول دي عشان اكتب لي اثنين وبحوله هناك واحطه كده عملت منه كوبي عشان اشتغل في الثاني وانقل الحياه دي اجيبها شنو؟ اجيبها دي الاول. طيب ركزوا معي شويه. طيب انا عايز ارسم الشكل بتاع الزجزاج اللي هو انتم لو بتلاحظوا في نرجع للرسمه بتاعتنا لاحظوا انه هنا في زجزاج اللي هو طالع نازل كده في البيراميد حقي. انا عايز اشتغل. طيب كيف بتعمل الزجزاج؟ الزجزاج بتعمل يا جماعه انك انت تدرج فري فورم اللي هو انا بعمل انسيرت شايفين؟ فري فورم شيب اللي هو بيجي الانسيرت شايفين؟ هنا ده اسمه فري فورم. الفري فورم ده خط بترسمه انت براك بيدك شايف؟ تضغط هنا تمشي فوق هنا تختار الاول تضغط هنا تضغط هنا تضغط هنا بعدين هنا بعدين هنا بعدين هنا بعدين هنا بعدين هنا تمشي بعيد كده عشان تغطي الجزء ده كله وتجي هنا تقفل هنا مع دي. انا مش شايف كويس لكن حيقفل في النهايه. طيب كده قفل الجزء بتاعنا وبقى الشكل ده موجود في المثلث حقنا او المثلثين حقاتنا. وهنا بجي بديه لون احمر غامق كده والشفافيه بتاعته احاول اخليها تكون اقل عشان اكون شايف من خلاله. والشيب اوت لاين احاول اخليه يكون ساوند اوت لاين. هنا انت المثلث الشغال فيه هسه بنلوي فيه ده هو كوبي من المثلثات الاثنين الثانيه. طيب بقوم بعمل كنترول دي للزجزاج شيب بتاعي ده وبرجعه ثاني احطه في شنو؟ احطه في الشكل. لاحظوا اللون الاحمر ده الان هو الزجزاج شيب سوري الزجزاج شيب بتاعي ده الان انا خديه هو عباره عن كوبي للاول الزجزاج الاول والزجزاج الثاني. انا عاملهم اثنين عشان اقطع واحد مع المثلث اليسار واقطع واحد مع المثلث اليمين شايفين؟ طيب هقوم اعمل كيف؟ هختار المثلث اليسار الاول واختار دي ومن الفورمات اجي اعمل انترسكشن شايفين؟ هنا بالشكل ده اختار انترسكشن. طيب انترسكشن شايفين؟ بيطلع لي شكل هنا بشيله واحطه بعيد برجع ثاني الزيكزاك شيب
ارجع اللي بحله وبختار المره دي المثلث الثاني. لاحظوا المره فاتت اخترت المثلث اليمين اليسار، المره دي بختار المثلث اليمين وبالتالي بدي بعمل انترسكشن وبيظهر لي شكل. طيب الشكلين دول الاثنين اديهم لون واحد اللي هو بحاول اديهم لون احمر، شايفين؟ يعني اللون الاحمر ده بالنسبه لي لون جميل يعني كده اللون الاحمر. طيب شيل الشكل ده حطه في البناء في البيراميد وشيل الشكل الثاني حطه في البيراميد لانه انت ماخذ ده للمثلث اليمين وماخذ ده للمثلث اليسار وخلاص المثلث ده اختفى. وهنا بس ده محتاج منك شنو؟ ظبط شويه ل ده بيراميد. بعد كده تختاروا كلهم مع بعض يا سيف وتعمل لهم كنترول جي. هنا بقى شنو؟ بقى بيراميد كله مع بعض المثلثات والمقطوع منهم وكده. لما تحركهم كده مع بعض شايفين؟ سوري هنا طيب هنا لما ايوه ده كده اختيارهم كلهم لما تحركهم كده مع بعض. طيب بتصغر حجمهم بالشكل ده ممكن تعمل كنترول دي جاك شكل ثاني وتعمل كنترول دي جاك شكل ثالث وتعمل كنترول دي جاك شكل رابع وتصغر ده لاصغر هرم انت عايزه وده تخليه للشكل الثالث بتاعك وده تخليه للشكل الثاني بتاعك وتحط الهرم الثاني هنا شايفين وده الهرم الثالث تحط هنا وده الهرم الرابع تحط هنا وتبدا الاول وده الثاني تعمل له سنت تو باك عشان يمشي يظهر لك ورا وده تعمل له سنت تو باك عشان يظهر لك ورا وده تعمل له سنت تو باك عشان يظهر لك ورا. بعد كده ممكن تدي تشيل الجروبي اللي هو انك ما تتعامل معه على اساس الجروب عشان تلون الوان مختلفه شايف هنا فورمات ممكن تجي تدي دور على شبه الخطوط بسيط شويه هنا ممكن تدي دور اخضر هنا ممكن تدي دور اخضر هنا تزيد تقلل الشفافيه شويه هنا ازرق بعد كده هنا ازرق بعمل كده لا هو ده ما نفس اللون معلش يا حكايه تاخد زمن شويه عليكم بس هنا لما تيجي تعمل فورمات عشان تزيد اللون الازرق قد يكون بالشكل ده وبعدين الشكل الاخير ده اذا ما ظبط معك شيء لون وراه لون ده نقول لون مسج بعد كده انت طبعا حسب ذوقك وكده شويه وبعد كده لما تظهر لك الجروب كلها مع بعض وبعد كده تيجي تنسح له الامارات دي Thank you.
تيست وبعدها مع بعض بعمل لهم جروب وأزيد حجمهم مع بعض وأنزلهم كده تحت، وبعدها بجيب النسخة دي الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وبكده كده بكون عملت الموقع. لاحظوا الأولاني ده شوية كده فيه حاجة كده مشاترة، ممكن ترجع إذا تفك الجروب تتعامل مع كل واحد فرقة وتعمل عن جروب، وبعدها وبعدها برضه كمان عشان المنظر بتاعك بعدين يكون جميل. وبكده فور ماونتين عشان تكون جميلة أو بلي جميلة، وبكده تكون انت عملتها وان شاء الله استفدت منها وتكون واضحه بالنسبه لكم. وبالشكل الاخير ده انا يعني احاول اختم جلسه اليوم، وهو احنا اللي اشتغلنا اشكال بسيطه. الجلسه القادمه ان شاء الله نحاول نشتغل فيها اشكال اكثر وتكون اجمل وتكون معقده شويه، يعني تحتاج الى بعض التفصيلات. طيب إذا في سؤال تقدموه، إذا ما في سؤال بعد كده الجلسة ونلتقي الأحد القادم بعد الجلسة إن شاء الله. دكتور ياسين. سيف خلاص عرفت لك رسمتين عرفت لك رسمتين. بروف نازك كيف احوالك؟ ان شاء الله طيبه. شكرا جزيلا، شكرا على حضورك انت، شكرا على حضورك، شكرا يا بروف. ان شاء الله يكون الدرس مفيد بس للجميع كلهم كده. طيب ما عندي سؤال، لكن حابة اقول الطريقه اللي الطريقه اللي اشتغلت بها الشكل الاخير ممتع جدا. طيب ان شاء الله هو كله ممتع، بس دار يا جماعه الحكايه دي دار صبر وقعاد في الترابيزه دي، يعني تقعد في الترابيزه دي وتمشي تعمل تغذيه بصريه، تعرف التغذيه البصريه يعني عيونك دي لازم تشوف نماذج كثيره عشان انت تختار منها اشكال يعني انت تشتغل بها. انا كنت بتمنى انه الحضور يكون اكبر من كده عشان الناس تستفيد من الحاجات دي. وده يا جماعه نحن لما نكون شغالين محاضرات في الجامعه او مع زملائنا لما تيجي تقدم برزنتيشن لازم انت تقدم برزنتيشن الالوان بتاعته مظبوطه والكتابه بتاعتك تكون جميله والعرض بتاعك يكون شيق ومرتب وكده، يعني لازم تعمل حاجه. شكرا يا ابراهيم، مفيد شديد، تسلم يا دكتور. شكرا جزيلا، شكرا يا عم. اصلا شغل التصميم بصوره عامه يحتاج تغذيه بصريه بصوره كثيره عشان تبدع ويكون ذوق غير. اي صحيح. الذوق ده قد هو قسمه نصيب، انا قد واحد من الناس يعني ما سمعت باي ذوق ولا كده. في ناس عندها اذواق جميله وعندها. وين دكتور ياسين؟ الاهرامات في 3 دي ممكن يستفيد منها سؤال ولا شيء. في اشكال ثانيه يعني، ما الاهرامات دي ما اخر حاجه، في اشكال اجمل وفي اشكال معقده اكثر ومش معقده في لا هي بتديك شكل جميل في العرض، لكن عشان تعملها بتحتاج يعني كده اوريكم انا. شوفوا مثلا
شوفوا ده يا. ده ممكن نشتغل الجلسه الجايه. ده غير بديك شكل بتاع دروس بتتحرك في درس اساسي في دروس صغيره كده برضه ممكن الناس تشتغل عليها واحده من الاشياء دي برضه تقريبا ما نشتغل الحرم في 3 دروس دي سيف طالما رهيبه انا اهديها لك الجلسه الجايه ابدا لك بها ان شاء الله عشانك انت يا يا سيف دروس رهيبه. طيب نمشي لشكل اجمل من الدروس دي اب ستير شكل برضه بتاع انك انت تطلع في تدريج من المرحله الاولى للمرحله الثانيه للمرحله الثالثه ده برضه شكل ممكن الناس بعدين تشوفه نشتغل عليه دي ما الاشكال المعقده ده الشكل اللي كان اشتغلناه في بدايه اليوم ده شكل برضه بتاع مستويات ممكن الناس تشتغل عليه بالنسبه 10% كل ما تشتغل اكثر الشكل يبقى اكبر وده برضه شكل بتاع دروس شغل فيها كمان مقسم ده شويه ده يلا لما نصل المحلات دي اشوف الشغل شويه بيبقى معقد وعايز منكم صبر وده برضه شكل بتاع 8 شيب انفوجرافيك برضه ممكن نشتغل لكم ده برضه من الاشكال البصريه الجميله اللي ممكن الناس تشتغل عليها وده شكل بتاع الفيش بون انك انت ممكن تقدم شغلك في للناس بتاعين التنميه البشريه والجماعه ديل اللي بيشتغلوا بالفش الفيش بون اناليسيس اللي هو بتقول على التحليل ايه كده معالج السمكه ولا ايه. طيب بعد كده في اشكال ثانيه غير دي او غيرها ايوه في ده شايفين ده برضه شكل ممكن الناس تشوف بعدين تشتغل كيف ده شكل بسيط جدا ده شكل الجبال كان اشتغلنا منه دي هارتس قلوب كده ممكن الناس تشتغلها بالذات الناس اللي بيدرسوا الاطفال الاشياء دي بعدين ممكن تستفيد منها ده كان اشتغلناه الجلسه اللي فاتت ده بقى كده ده شغل عجيب شويه دي امبريلا فيها شايفين مطر متساقط والايقونات اللي انت بتعرض فيها او الاشكال اللي انت بتعرض فيها بتكون كلها عباره عن رين دروبس والرين دروب ده بيكون شغال طوال طول ما انت الشريحه بتاعتك شغاله لحد ما تمشي بشكل ثاني اجمل ودي شكلها دي شكل بتاعت دوارق او دورق او كده ده بالنسبه للناس الكيمستري والحياه زي دي برضه ممكن الناس تشوف كيف تعملها بعدين ده برضه شكل برضه بتاع ممكن لناس الجغرافيا والتفاصيل دي ممكن يشتغلوا بشكل زي في شكل زي ده برضه لو عندك شغل بتاع سنه وسنتين وكده بتاع سنوات برضه ده الشغل بتاع الايس كريم ده شغل بتاع اذا عندك شكلين اب اند داون برضه ممكن تشتغل بشكل زي ده بقى برضه كمان شغل ممكن تشوفوه وبعدين في الكوره هذه داخله من تحت شايفين بالشكل ده كده برضه ده من الاشكال اللي ممكن الناس تشتغلها ده بعد ده شكل بتاع شلفز او رفوف بعدين ممكن الناس تشتغل عليه ده شغل بتاع سنوات كده ده برضه شغل بتاع يعني انك ممكن تعرض الشغل بشكل دائره وكده وهكذا دي كلها اشكال ممكن لقدام الناس تشوفها ان شاء الله و تستفيد منها.
عموما لقدام ان شاء الله احنا كلما نتابع اكثر مستوانا بيتصلح ونبدا النماذج بتاعتنا تكون مختلفه وكده. كل الموضوع ده بيحتاج مننا ان احنا يعني بس جلوس على اللابتوب او الترابيزه دي ونشتغل ان شاء الله وكل شيء. وبعدين اي سؤال عندكم انا ان شاء الله بساعدكم فيهم عشان الناس يعني انا والله بتمنى انه يعني الناس اللي بتعرض شغلها ده ما اشوف حاجه بالطريقه القديمه او بالطريقه دي. دكتور ياسين كيف احوالك انت؟ ها خلاص الحكايه دي ننتهي على كده ولا في حاجه ممكن الزول يقولها او في سؤال؟ طيب خلاص ما في شيء. ان شاء الله نلتقي الاحد القادم ان شاء الله بنماذج جديده وتكون حاجه جميله. اتمنى لكم التوفيق وليله هانئه وسعيده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.